بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على المقياس بتاع اللي هو معيار عدم التأكد. واحد داخل المشروع بتاعه هو مش متأكد هو هيكسب او هيخسر، وعدم التأكد جاي من امور كتير: عدم خبرته، عدم استعانته بأي بيت من بيوت الخبرة علشان يساعده في المشروع بتاعه. هو ليس له اي معلومات او ليس لديه اي معلومات كافيه عن المشروع. طبعا في مقاييس احنا قلنا هنتكلم عليها، اللي هي مثلا مقياس التشاؤم. هذا المقياس معناه ان متخذ القرار الاداري ينظر الى المستقبل بمنظار اسود، متوقع ان يكون المستقبل اسوأ ما يمكن، لذلك يحاول ان يختار هو افضل شيء موجود، اي يختار اكبر الاقل من الموجود او من المتوقع. بعد كده عندنا مقياس التفاؤل، وهو على عكس المعيار السابق، متخذ القرار بينظر إلى المستقبل نظرة متفائلة، نظرة وردية مملوءة بالتفاؤل، ويعتقد أن البشر أنهم ستسود في المستقبل، أن الأمور أنهما ستسودان في المستقبل، ولذلك يختار أفضل الأفضل. هو ماشي دلوقتي في الطريق المظبوط بتاعه، هو مش عاوز يحيد عن هذا الطريق، هو عاوز يدخل في المشروع. يعني واحد مثلا في ظل الأمور والظروف الصعبة في البلد، ممكن يقول واحد ينصحه مثلا يقول له والله خليك في مشروع السوبر ماركت لأن الناس عمرها ما هتستغنى عن الأكل أو الشرب، أو خليك في مشروع المخبز لانه برضو ده الناس عمرها مهما حصل لازم هتشتري العيش. فهو ماشي بنظرة تفاؤلية وبيختار الايه المشروع الافضل لديه. عندنا مقياس بقى، مقياس الاسف. سمي هذا المقياس بهذا الاسم لانه يحاول توقع التعبير عن مقدار الاسف او الندم الذي سيشعر به متخذ القرار من اجراء اتخاذ قرار باختيار بديل ما وفقا لحالة طبيعية معينة، ثم يحدث في الواقع أو تسود حالة طبيعية أخرى غير تلك التي سبق اختيار. ووفقا لهذا المعيار فإن متخذ القرار سينظر إلى المستقبل نظرة تشاؤمية كبيرة، لذا سيختار البديل الذي يحقق أقل أسوأ الإيه الحالات. عندنا آخر حاجة اللي هو مقياس تساوي الاحتمالات. هيستخدم هذا المقياس امتى؟ في حالة عدم قدرة الشخص نفسه على التوصل الى احتمال حدوث كل حالة من حالات الطبيعة المتاحة. عندئذ هيفترض تساوي احتمال حدوث حالات الطبيعة هذه. يبقى عندنا تساوي الاحتمالات، يبقى هيستخدمه الباحث في حالة امتى؟ هيستخدمه في حالة عدم قدرته الى التوصل الى احتمال حدوث كل حالة. هو عنده حالات مفترضة لكن هو مش قادر يتنبأ هو ايه اللي ممكن يحصل. لو انا دلوقتي هفترض يعني ان انا عاوز افتح مشروع، وفي ظل مثلا الكورونا احنا دلوقتي متخوفين من حتى السلع اللي بتجيلنا على البيت، فممكن هو يكون بيفترض انه يفتح سوبر ماركت علشان دي الحاجة اللي الناس كلها ما تستغناش عنها، واذ بيه يفاجأ ان الناس طول فترة الجائحة مثلا كانوا خزنوا سلع كتير، وبالتالي هو لما اعتقد ان المشروع بتاعه ده هو ده اللي هيمشي، ف اتفاجئ بحاجه ما كانتش متوقعه، هي مثلا عمليه تخزين الناس للسلع طول فتره الجائحه، وبالتالي المشروع بتاعه ممكن يخسر. شكرا، ونلتقي في المحاضره القادمه.